نخدم كتب تعليمية مصنوعة باليد من القماش، هي كتب تفاعلية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال العاديين، أطفال اللي عندهم صعوبة في التعلم. هذه الفكرة جاتني بحكم أني عندي أطفال طبعا، ولهذه الطريقة مساعدتهم بزاف. والكتب هذه يعني آمنة، تعاون على التركيز، تعاونهم أنهم يستعملوا أيديهم، يستعملوا الحواس. كما هنا عندنا هذا جدول الضرب تاع اثنان، هذه خاصة باللي أكبر شوي، بالتلاميذ اللي في المدارس اللي عندهم صعوبة في التعلم، يتعلموا بالطريقة منها يلعبوا ومنها يتعلموا، يعني بطريقة ترفيهية وفي نفس الوقت هم يتمتعوا يعني منه تعلم منه لعب. عندنا هذه الكتب خاصين بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كما قلنا، وفي نفس الوقت يعني اللي يستعملوهم حتى في الروضات، والأمهات يستعملوهم في المنزل اللي عندها أولاد صغار، يعني خير من التكنولوجيا وكلنا نعرفوا أخطارها على الطفل. الكتب هذه تساعده يتعلم ويلعب، ويتساعدوا على التواصل، يتواصل مع الأم، يتواصل مع المحيط تاعه.